منذ حرب عام 2021 حرصت حماس على ضمان سرية خططها العسكرية. اقتنعت إسرائيل بأن تسهيلات العمالة القادمة من غزة ستمنع الفصائل من المخاطرة بحرب تدمر بنية غزة التحتية مجددا بعد عامين من ترميمها. خاطرت حماس بشعبيتها داخل غزة وفلسطين عندما انتقدت لأكثر من مرة لعدم تحركها على غير العادة خلال عدد من التجاوزات الإسرائيلية بحق سكان الضفة الغربية والقدس وخلال معارك حركة الجهاد مع القوات الإسرائيلية. ميدانياً بنت الحركة مستوطنة إسرائيلية وهمية داخل غزة ليتدرب عناصر كتائب القسام على اقتحامها ومهاجمة أهداف فيها مرارا وتكرارا. لاحظت تل أبيب تدريبات عامة لكنها رأت أنها مجرد تدريبات روتينية. لم يسبق لحماس أو غيرها من الفصائل الفلسطينية التسلل ل 22 بلدة وقاعدة عسكرية إسرائيلية في يوم واحد ولا احتجاز عدد كبير من الرهائن. إعادة انتشار جزء من القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية لحماية المستوطنين سهل على حماس أن تجد الثغرة المناسبة لاختراق الحدود. العملية المفاجئة لحماس أدت وفق تل أبيب إلى أسر أكثر من 100 شخص بينهم عسكريون. مصير الرهائن يضع حكومة نتنياهو أمام أحد أخطر التحديات في أسوأ حرب على أراضيها منذ عام 1948 بحسب فاينانشال تايمز. مدركة لقدرات الاستخبارات الإسرائيلية على التجسس التكنولوجي، قررت حماس اللجوء لحيلتين. الأولى هي السرية التامة. سبب التدريبات المستمرة أو موعد أي هجوم محتمل لحماس كان سراً لم يعرفه سوى قلة من قادة الحركة العسكريين، بل أن عدداً من قادة الحركة لم يتم إبلاغهم بالعملية وفق ما نقلته رويترز عن مصدر مقرب من حماس. أما المقاتلون فلم يتم إبلاغهم بوجود هدف محدد وراء التدريبات. الجزء الثاني من ضمان السرية يتمثل في تجنب أي نوع اتصال له علاقة بالتكنولوجيا. مناقشة الخطط تمت حصراً في غرف مخصصة للحماية من التجسس الإلكتروني. أما الهواتف وأجهزة الكمبيوتر المعرضة للاختراق فمنع استخدامها لمناقشة أي شيء يتعلق بالخطط. إليك سيحن. ساعة الصفر لا يعلمها إلا عدد محدود لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة الذين كانوا يعلمون بساعة الصفر، ونحن اخترنا الوقت المناسب الذي يكون فيه العدو مشغولا بأعياده. ما كانش في حدا من قيادة حماس المركزية يوم الاثنين الماضي في لبنان. قبل العملية لم يكن أحد هنا من القيادات المركزية ولا من المكتب السياسي.